اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناه الصحه والجمال الفضائيه وحلقه جديده من برنامج حلمك صح. موضوع حلقتنا مش جديد النهارده. النهارده طبعا موضوع حلقتنا هنتكلم عن السوشيال ميديا. احنا بنعتذر طبعا عن الخطأ الفني ده. موضوع حلقتنا هنتكلم عن السوشيال ميديا ونجوم السوشيال ميديا. موضوع الحلقة النهاردة بينقسم لفقرتين. الفقرة الأولى هيكون معانا موهبة جميلة جدا عملت شغل جامد جدا على صفحات السوشيال ميديا بشكل عام. الموهوبة لوجين سيد محمود. النهاردة هتكون هي معانا ووالدتها مدام مروة عادل، علشان برضو نقول ان الاسره ليها دور مهم جدا في تربيه الابناء. مهم جدا ان احنا نحافظ على اولادنا ونحاول نكون معاهم خطوه بخطوه. الفقره الثانيه من الجزء الثاني من الفقره الاولى هيكون معانا نجم ثاني من نجوم السوشيال ميديا، هتكون معانا الاستاذه فاطمه يوسف واولادها رحمه ومصطفى ويمنى. هنتكلم عن قناتهم بعنوان منوعاتي انا واولادي. بعد ان شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج طبعا هنكون معانا دكتور مصطفى الرياني دكتور صيدلي، وان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. في البدايه طبعا ارحب بضيوفي. اهلا بيكي مدام مروه. اهلا وسهلا. اي شرفتونا النهارده. ميرسي. اهلا يا لوجي. تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. لوجينا سيد محمود. طبعا انت عامله شغل كتير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي، وعشان كده انا جبتك معايا النهارده. ان شاء الله كده الجماهير تستمتع، وان شاء الله يكون ليكي فرصه كبيره قدام. عايزين نبدا كده معاكي في الابيض والاسود، ايه رايك؟ تمام ماشي. ماشي اتفضلي. الكاميرا. اتفضلي يا بابا. بقول لك ايه يابا، لو البازا فندي ده اخر راجل في الكوكب انا لا يمكن اتجوزه، وبعدين سمعته مش ولا بد. انت ترضاهالي اتجوز واحد مفيش من بيني وبينه اي لف، ده حتى ما يرضيش ربنا. بنت يا حميده، شفتي يا بنت الراجل اللي واقف مع ابوكي بره؟ اهي رجاله ولا بلاش، مش زي الزفت اللي اسمه زفندي. شفتي يا اختي شفت، هو في جماله ولا حلاوته ولا طعمته؟ انت قصدك على مين؟ هو في غيره؟ مودي حبيبي مدام ايده ابن حميده. بس ابن حميده ايه بس انت كمان؟ انا قصدي على الراجل التام. حسن يا بيت حسن، يا حسن يا خو للجنينه، يا حسن يا غالي علينا بنحبك يا حسن. يا اختي تنيري صوتك وحش، حبك برضه قمر مات شريكه حياته وهي لسه في عيال شبابي يا بعيده. برافو عليك يا بابا، جميل جدا. كلمينا عن موهبة لوجي. أيوة والله، هو أول حد اكتشفها هو والدها، لأن هي كانت طول الوقت في البيت بتمثل علينا، طول الوقت بتمثل. تمام. تمثل إن هي مبسوطة، بتعيط، بتضحك. فهو لفت نظري، فأنا طبعا نميت الموهبة فيها. أول حاجة من مسرح المدرسي، بعد كده عملت كذا إعلان، بعد كده اشتغلت في مسرحية الديوان مع تمام. الشاعر والمخرج محمود موسى. جميل. بحاول جدا. يعني على قد ما بقدر ان انا اهتم. ده انت تسلمي، ويا ريت كل اب وكل ام انه يهتم باولاده، بحيث نقدر يعني ننمي كل المواهب، ننمي الفكر، بحيث نوصل برضو لمرحله حلوه على ايه، على الصحه بشكل عام. ايوه اكيد. طيب يا لوجي، احنا النهارده انت نجمتنا. ايه رايك بقى؟ نقول ايه بقى؟ عايزين دور فدوى. تمام ماشي. تمام؟ اتفضلي. على صوتي. بحبه وهسيبك وهروح له، وانا وانت هنفضها واخد مالي منك على داي المليم، وهعيش انا وهو وانت هتمشي تبص حواليك عشان اللي هوريهولك محدش شافه، وحياة أمك نجاية تخليك تندم على اليوم اللي قابلت فيه واحدة اسمها فدوى. ذكرني؟
بس انت شكلك من سيتي ستار من جنينة مول. طيب نطلع فاصل. طيب ثواني يا لوجي اتفضلي. نطلع فاصل اعلاني. رجعنا لكم مره ثانيه وبنعتذر للساده المشاهدين على العطل الفني ده، وبنرجع لضيوفنا نكمل حلقتنا. نورتونا. طبعا هنرجع معاكي تاني يا لوجاينا علشان نسمع فدوى. تمام. اوكي؟ اتفضلي. هتقولي فدوى جزء كده، وهتقولي برضو جزء تاني اللي هو بالاغنيه ده، اوكي؟ ازاي؟ قولي اللي انت هتعرفي، ماشي؟ يلا بابا، اتفضلي. بحبه وهسيبك وهروح له، وانا وانت هنفضاها واخد مالي منك على داير مليم، وهعيش انا وهو وانت هتمشي تبص حواليك عشان اللي هوريهولك محدش شافه، وحياة امك نجاية لا خليك تندم على اليوم اللي قابلت فيه واحدة اسمها فدوى. خش على الجزء التاني بقى. تمام اتفضلي. بس انت شكلك من سيتي ستار من جنينة مول، اخت احمد هي زي انت وجارتهم من الشرابية. لا معلش مش شايفاني بلبس الشغل، انما لما عايزه وش شربية عيني يحضر حالا. ايوه كده صح، من عمران البسكوته دي هي اللي فتحت ارض فتحي، اكيد ساعتها ما كنتش لابسه لبس الشغل. لا عايزه ما نعرف اعمل كده بلبس الشغل عادي، لكن فتحي كان في شارع فكان بطوبه، لكن احنا في مطعم فممكن بايه؟ بكعب ازازه. اي اوكي اتفضل. مدام مروه، في حد في العيله عنده موهبه بنفس موهبه لوجاينا ولا لا؟ والله هي الموهبه الوحيده في العيله. ربنا يخليكي ليها، ربنا يخليكم لبعض. هو اخوها عنده موهبه بس هي فوتوغرافيا، بيحب التصوير جدا. جميل جدا. برضو بنفس بتقفي معاه؟ بياخد كورسات اكيد طبعا، بياخد كورسات بحاول انمي له اي موهبه في الطفل، انا بحاول انميه له. المفروض اي ام تعمل نفس الكلام ده. جميل جدا. هو دايما اصلا حتى احنا على المدار البعيد معانا كان فيروز ولبلبه وكتير من النجوم الصغيرين اللي هم تركوا بصمه، وانت ان شاء الله ربنا يكرمك كمان يا لوجاينا وتكوني زي النجوم الكبار دول. طيب عايزين نشوف اغنيه انا لسه صغيره. تمام ماشي. اوكي اتفضل. يلا علي صوتي. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة انا قلت لك 100 مرة انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة انا لسه صغيرة. أمنت عليك يا قلبي شوية اسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أمنت عليك يا قلبي شوية اسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. عبلة وعنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيبي ليلى اتجنتلي وليه الدنيا غدرت بيهم؟ عبلة وعنتر عملهم ايه عشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنلي وليه الدنيا غدرت بيهم؟ لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلب في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة أنا قلت لك 100 مرة أنا لسه أنا لسه أنا لسه صغيرة أنا لسه صغيرة. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بتسمه. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بترسمه. وهتبتدي الحكاية من كلمة صغنططة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. وهتبتدي الحكاية من كلمة صغنططة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا.
نكتبها الشوق وليلة ونقراها 100 سنة، لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. برافو عليك يا لجينة. مهم جدا الممثل ان هو يؤدي كل الادوار، وانت ما شاء الله فنانة استعراضية جميلة، وبرضو بتأدي ادوار حزينة، وبرضو تيك توك احنا شفناكي طبعا مكسرة الدنيا. طيب عايزين نشوف بقى تتر مسلسل. اوكي ماشي ماشي اتفضل. عادي ممكن توقف هنا عادي. اتفضلي. معلش دقيقة بس عشان انا كاني مكان، ولا انت هتعملي؟ ماشي اتفضلي. كان من كام يوم فات تجربة من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان، واتفرج بقى كده على الحوارات، اللي ألفه ما بيخربش، واللي عينيه بتدق اسرار، اللي جميل قوي ما تستر، واللي مخبي وراه اسرار، اللي معاه ملايين فلوس، واللي ذكيه ذكاء جبار، واللي دماغها دي في اللالاند عقلها كان في دماغها ودار، وكان في يوم نحس وهوب وفخس واخس على الحظ واخسين، هبط ولزق وهوب في ثانيه الطياره نزلت نصين، وفي يوم نحس وهوب وفخس واخس على الحظ واخسين، هبط ولزق وهوب في ثانيه الطياره نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شويه مش بمزاجهم، مضطرين في جزيره ما فيهاش سر يخبي يومين، هيعيشوا بقى مع بعض شويه مش بمزاجهم، مضطرين في جزيره ما فيهاش سر يخبي يومين، بوم تاك بوم بوم تاك لا لا لا، بوم تاك بوم بوم تاك لا لا لا، بوم تاك بوم بوم تاك لا لا لا. طيب قولي لي بقى يا لجينة، انت عملتي برضو دور ايتن قبل كده صح؟ في دور كان شديد عليكي شويه ما قدرتيش تعمليه؟ لا. يعني عنيده شويه ان انت، وعندك اصرار ان انت لازم تحققي اي حاجه انت عايزاها. طيب عايزين نشوف ايتن بقى. ماشي. ايتن مع باباها. طيب اتفضلي. ابعد عني ما تلمسنيش. ايتن انت لسه فاكر انك ليك بنت اسمها ايتن؟ انت تعرفني؟ تعرف عني ايه؟ انا بنت مامي هي كانت معايا طول الوقت، مامي هي كانت بتحس بيا وتفهمني غير حتى ما اتكلم، كانت هي امي واختي وصاحبتي وابويا. انت ما كنتش موجود، انت عمرك ما كنت موجود، وفي عز الوقت اللي انا كنت محتاجاك تكون فيه جنبي عشان تعوضني عن غياب امي ما لقيتكش. انت اب انت؟ انا ماليش اب، انا عمري ما حسيت ان ليا اب، وانت انت انك ليك بنت، لا انت ابويا ولا بنتك، فاهم؟ برافو عليك. احنا بنشكرك جدا يا لجينة، وان شاء الله نشوفك في حلقات تانية، وبنعتذر طبعا عن الخطأ الفني اللي حصل من شوية، وان شاء الله كده ايه تكوني معانا في حلقات كتيرة، وبنشكر حضرتك يا مدام مروة. نطلع فاصل متابعينا، والفقرة التانية او الجزء التاني من الفقرة الاولى مع الاستاذة فاطمة يوسف واحد نجوم السوشيال ميديا، انتظرونا. ورجعنا لكم متابعي برنامج حقق حلمك صح بعد الفاصل، والجزء الثاني من الفقره الاولى مع نجوم السوشيال ميديا. النهارده طبعا معانا الاستاذه فاطمه يوسف والاطفال الحلوين رحمه ومصطفى ويمنى، وبرضو بنذكر ان دايما نجوم السوشيال ميديا كتير جدا برضو معانا ان شاء الله اتصال في نهايه الفقره مع الاستاذ ابو المعاطي عطيه خلف الله، مدير حملة النائب خالد أبو نحول بدائرة أبو تشت وفرشوط شمالي قنا. برضو الراجل ده عمل شغل كتير جدا، وربنا وفق المرشح بتاعه أنه يوصل لمرحلة الإعادة، وبنقول طبعا ألف مبروك لعدوا المرحلة الأولى وفازوا
وأعضاء حاليا في مجلس النواب 2020. نتمنى التوفيق ومصر تكبر بأعمالهم وخدماتهم. إذا كان الأستاذ دكتور محمد عزت القاضي والدكتورة حنان عوض، وكل التوفيق للمرشحين الحاليين والانتخابات النهاردة اللي شغالة برضو اللي هو آخر يوم فيها يوم 7 و8 عن القاهرة. نتمنى التوفيق للجميع. بنرحب بضيوفنا، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. أهلا مدام فاطمة. في البداية كلمينا بقى عن قناة منوعات أنا وأولادي. مين اللي بدأ الفكرة؟ مصطفى. انت اللي بدات الفكره. الفكره انت باين عليك. طيب جات لك الفكره ازاي يا مصطفى؟ انا لقيت الناس كلها بتعمل قنوات على اليوتيوب. برافو عليك. وانا قلت اعمل قناه انا واخواتي، فاتفقت معاهم وقلت لهم يلا نعمل قناه وعملناها. برافو عليك. طيب طبعا احنا بنقول ان دور الام مهم جدا. احنا لسه بنقول في الفقره الاولى برضو ان الام لازم تبقى متابعه عيالها، لازم تبقى عارفه هي بتعمل ايه برضو في نفس الوقت عشان تقدر توصل بيها او توصل بيهم لايه، لمرحله النجاح. كلمينا بقى بعد كده انت ازاي وقفتي مع العيال وعملتي معاهم ايه؟ انا لقيتهم حابين ان هم يطلعوا على اليوتيوب ويقدموا تحديات مع بعض وكده، وافقتهم على الفكره وحمستهم. يعني بشجع اي ام ان هي تشجع اولادها اي موهبه عندهم او اي حاجه تنميها من صغرهم. بس فانا وافقتهم على الفكره يعني ان هم يعملوا القناه. طيب انت ضفتي حاجات تانية للقناه، عايزين نعرف برضه يعني ايه برضه ضفتي ايه بقى للقناه؟ بعد كده يعني اللمسات برضه بتاعت الام موجوده جدا، انها برضه بتنمي بتطور بتحاول برضه بتحاولي برضه ان انت ايه تعملي حاجه كويسه. هما يعني برضو اصحاب الفكره طبعا عمتهم، عمه الولاد قالت لي يعني ليه ما تستغليش فرصه ان انت طبخك حلو وكل الناس بتشكر فيه، ليه ما تطلعيش مع الولاد تقدمي كده طبخه كويسه. تمام. يعني احنا شايفين برضو، انا شايف ليكي فيديوهات كتيره جدا واصناف كتيره حلوه من من الايه من الاكلات اللي بتعمليها. ربنا يخليك. فقالت لي حمستني بصراحه وكبرت الفكره في دماغي، يعني اطلعي مع الولاد اعملي طبخه اعملي حاجه. فهم بقى يعني بطلوا فيديوهات وسابوها لي انا بقى. ما انت دلوقتي مشغلاهم دلوقتي مسابقات، بتخليهم يقعدوا كده ساندوتش كبير ساندوتش صغير واكلات. لا هي دي هي رحمه المصوره بتاعتي اللي بتصورني وبتمنتج لي الفيديوهات وبتظبط لي كل حاجه. انت سنه كام؟ اقول على ما شاء الله عليك. نفسك تكتبي ايه اما تكبري ان شاء الله؟ دكتوره ان شاء الله. دكتوره. وانت يا درش؟ لاعب كوره. لاعب كوره؟ زي مين كده؟ صلاح. ابو صلاح. تمام ان شاء الله تبقى زي ابو صلاح واحسن كمان. وانت يا يمنى نفسك تبقي ايه؟ مهندسه ديكور. الله. لا 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 ما شاء الله عليك، ربنا يخليهم لك يا رب. اطفالك حلوين جدا. وبهنيكي برضو. احنا بنقول جدا. برضو الغرض من الفقره ان الاب والام مهم جدا ان هو يهتم باولاده، يهتم انه بيراعيهم، ان هو دايما يكون معاهم خطوه بخطوه. تمام. علشان هم اساس النجاح وهم مستقبل مصر. تمام. انا مامتي برضو هي يعني ماما ما شاء الله عليها بتطبخ كويس وكده، فانا طبعا انا دخلت معاها المطبخ وتعلمت منها، وهي طبعا حمستني وشجعتني جدا هي وبابا، ولقيت التشجيع الحمد لله من كل اللي حواليا، فقدمت بقى الخطوه دي وعملت فيديوهات طبخ. احنا بنشكرك جدا. الله يخليك. شكرا. وان شاء الله كده نشوفكم في فيديوهات احسن واقوى كده، وتقدموا حاجات حلوه كتير جدا. وكملوا مع ماما مسافات، خلوها اكل كده ما ينفعش. تمام. ماشي. بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك. وبكده احنا خلاص قربنا على نهايه الفقره. في معانا الاعدادي اتصل بس الاستاذ ابو المعاطي عطيه، ده نجم من احد نجوم السوشيال ميديا. طبعا الو. الاتصال جاهز سيد ابو المعاطي عطيه. الو. الو السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ ابو المعاطي؟ اهلا استخرج بحضرتك، نورتينا والله. ربنا يخليك الله يكرمك. بنقول لك في البدايه الف مبروك للمرشحين اللي هم دخلوا المربع الذهبي، الاستاذ خالد ابو نحول واللواء صلاح ابو الليل والدكتور حسام عيسى والاستاذ عبد الفتاح الشحات، صح كده؟ تمام صح. طيب في البدايه طبعا عايزينك توجه رساله لاهل دايرتك. والله انا بنتهز البرنامج المحترم بتاع حضرتك ده، حقق حلمك صح، فان انا اوجه نداء ورساله لكل الناخبين في دار الفرشوطه وابو تشت ويتعدوا ال 400,000 ناخب وناخبه. تمام. بالوقوف والتأييد للنائب خالد ابو نحول اللي وصل لمربع الإعادة في ظل المنافسة بين 29 مرشح عن الدايرة. تمام.
وده انجاز ان شاء الله، ربنا يوفقنا ونوصل للنجاح باذن الله ان شاء الله. طيب راي حضرتك في الانتخابات البرلمانيه في المرحله الاولى؟ طبعا انتوا عملتوا شغل حلو جدا على السوشيال ميديا وشد الانتباه، وعلشان كده انا برضو قلت ايه انتهي ده فرصه ان احنا بنتكلم عن نجوم السوشيال ميديا، ان احنا نهنيك ونهني كل المرشحين وكل شعب قنا وخاصه دائره ابو تشتا فرشوط شمال قنا. خلاص بشهاده نعتز بيها، واحنا الحمله بتاعتنا عندنا حلم برضو مسبقا لاسم برنامج حضرتك، ان يكون عندنا نائب حر صوته قوي يمثل الشباب طموح سياسي محنك، وهو النائب خالد ابو نحول، وربنا يوفقه ان شاء الله يا رب. نتمنى ليه التوفيق ولكل من هو صالح للبلد. طيب عايزين سؤال اخير، راي حضرتك في مسار الانتخابات البرلمانيه في المرحله الاولى، هل في اي تجاوزات في اي شيء؟ الحمد لله كانت منافسه شريفه بين المرشحين، والحمد لله عدت بسلام، ونتمنى الدور الثاني برضو. بس ظهرت ظاهره لاول مره نشوفها، ظاهره المال السياسي، ودي كل المرشحين الشرفاء بيعانوا منها، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل للنجاح باذن الله. باذن الله. احنا بنشكرك جدا وبنتمنى التوفيق لكل المرشحين انهم يوصلوا بمصر لبر الامان والسلامه. ونرجع لضيوفنا، احنا طبعا بنشكركم، وطبعا وصلنا لنهايه الفقره الاولى من برنامجنا. بنشكرك يا رحمه، بنشكرك يا مصطفى، بنشكرك يا يمنى. ونطلع فاصل اعلاني، ومعانا الدكتور مصطفى الرياني دكتور صيدلي، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية متابعينا، والفقرة الأخيرة من برنامج حلمك صح، وهنتكلم حول جائحة كورونا ما بين الوقاية والعلاج. هو الموضوع مش جديد، يعني ده هو منتشر على مستوى العالم، ومن واجبنا كإعلاميين أو كبرامج أو إلى آخره، إن احنا لازم دايما ننوه عن الصح، نحاول إن احنا نعطي بالقدر المستطاع النصيحة والعلم لكل المتابعين والمشاهدين. بنرحب في بداية الحلقة بضيفنا الدكتور مصطفى الرياني. بنرحب بيك يا دكتور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا خلف بيه، نورتنا والله. ربنا يكرمك يا رب. الحمد الله يكرمك لله. يا دكتور في البداية حابين نتعرف بيك. والله انا دكتور مصطفى نبيل سيد، شهرتي دكتور مصطفى الرياني. طيب. انا دكتور صيدلي دفعة 2012 جامعة النهضة بن السويف، يعني سني 30 سنة. تمام. انا اساسا من مواليد محافظه المنيا مركز ملاوي، قريه تنده اللي انا بفتخر بيها. تمام. ودلوقتي انا مستقر في محافظه الجيزه منطقه الهرم. تمام، يا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. جائحه كورونا طبعا في موجاتها الثانيه ما بين الوقايه والعلاج، حابين ننصح الناس ايه هي الوقايه وايه هي العلاج؟ في البداية أنا أحب ألفت دماغ حضرتك ليك وبالنسبة للأخوة المشاهدين. أولا كورونا ما انتهتش، يعني تمام. كل الناس تعتقد هي موجة تانية، يعني هي موجة تانية لكن شديدة شوية. والله يعني احنا نقدر نقول موجة تانية وموجة أولى وموجة تانية وموجة تالتة وموجة رابعة. ما ينفعش طول ما في فيروس منتشر أنا أقول إن القصة انتهت. تمام. زي بالظبط الانفلونزا، ممكن احنا كورونا ده اصلا ممكن يبقى فيروس نتعايش معاه بعد كده زي الانفلونزا. حضرتك الانفلونزا دي انفلونزا موسميه، ده فيروس. تمام. بيجي لنا كل سنه بس بيتحور وبيتغير. هل معنى كده ان كورونا هتنتهي؟ لا، كورونا مش هتنتهي. احنا ممكن نتعايش مع كورونا زي ما احنا بنتعايش مع الانفلونزا، بس احنا بنعمل تعايش لغايه ما يتم اكتشاف لقاح زي اللقاح اللي بيعالج الانفلونزا. تمام. طيب احنا وصلنا لحد فين واحنا مسارنا ايه، وهل في موجه تانية ولا لا؟ في موجه تانية. تمام. وهتكون اشد من الموجه الاولانيه، وده لاكتر من سبب. تمام. السبب الاولاني ان للاسف في العاده المصريه بالنسبه لنا ان في اهمال شديد جدا، ان تمام. خلاص طالما ان الحكومه فتحت المجال والمصالح الحكوميه رجعت والاقتصاد الدنيا فيه كويسه، يعني ده تصرف صحيح من الحكومه المصريه طبعا. ده تصرف صحيح 100%. ولكن الوعي الشعبي مهم جدا. الوقايه طبعا. صحيح. الوقايه افضل من العلاج. انا ما ينفعش كدوله افضل قافل. يعني ايه تقول لي بلاش مدارس بلاش مصالح حكوميه؟ طب انت هتشتغل ازاي؟ هتاكل ازاي؟ هتشرب ازاي؟ هتصرف على عيالك ازاي؟ طيب الوقايه هتكون ازاي يا دكتور؟ الوقايه خلت بيه رقم واحد، بتبدا من نفسنا. بمعنى انا ما ينفعش اقول وزاره الصحه هي السبب.
هي مش بتدلنا، لا حضرتك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام. يعني الغلط بيبدأ مننا احنا قبل ما بيبدأ من أي حد تاني. يعني الطفل الصغير اللي موجود في البيت اللي هيروح الحضانة الصبح لازم الأب والأم يعملوا له وقاية كويسة جدا. بتبدأ تمام. رقم واحد لازم الكمامة. تمام. والكمامة ما ينفعش أنا أقول للطفل البس الكمامة يا حبيبي. إزاي ألبس الكمامة يا حبيبي؟ علمه إزاي يلبس الكمامة. تمام. الكمامة ليها طريقة معينة في اللبس. يعني أنا جايب إكزامبل أهو. تمام. ده شكل الكمامة اللي بيتم إنتاجها في مصر. تمام. إحنا عندنا الكمامة دي بتكون ثلاث طبقات، وده تمام. مهم جدا جدا علشان خاطر الأتربة. تمام. أنا الكمامة بيبقى فيها أستكين من ناحيتين دول، بشدها بالطريقة دي، ما ينفعش ألمس الطبقة دي. تمام. أنا بمسك الكمامة كده وبشدها بالناحيتين دول. تمام. وبعد كده بشد كده لفوق ولتحت، وبضغط في المنطقة دي على الدعامة علشان تقفل دخول الهواء والأتربة وأي فيروس ممكن يدخل لي. تمام. ولما أجي أشيل الكمامة لازم أشيلها من الناحيتين كده من غير ما ألمسها، وبعد كده بحطها في الباسكت بكل أمان. تمام. ده رقم واحد أعلم الطفل بيه. رقم اتنين لازم الطفل يبقى معاه هاند جل بيحتوي على كحول. تمام. علشان نعمل له تعقيم لإيده، لأن طبعا الفيروس ده بيبقى موجود على الأسطح، ممكن يبقى موجود على لبسك. فالطبيعي جدا أن حضرتك ممكن أصلا لمست الشنطة بتاعتك الشنطة عليها فيروس. تمام. فأنا لازم أعقم شنطته كويس وأعقم إيديه كويس. تمام. يبقى عملية تعقيم الإيدين ثم الكمامة رقم اتنين. رقم تلاتة عملية التباعد، ودي أهم ما في القصة. تمام. بمعنى خلف بيه ان سعادتك انا دلوقتي في بعد ما بيني وما بينك حوالي متر ونص. تمام. الطبيعي جدا المسافه ما تقلش عن متر. لازم اعمل توعيه لطفلي، يا حبيبي خد بالك زمايلك ما تحتكش بيهم. كوي. يبقى في تباعد ما بينكم. ادي توعيه من داخل البيت. بدات التوعيه من داخل البيت، انتشرت للمدرسه، انتشرت للدوله. كده احنا ساعدنا وزاره الصحه في ان هي تقدر تنفذ كل الخطوات اللي تحمينا ضد كورونا. تمام. ده بالنسبه للوقايه. تمام. العلاج بقى، العلاج كان في أزمة في فترة من الفترات. أول ما بدأنا كورونا شهر اتنين تلاتة بدأت تظهر أزمة إن في عجز في الدواء. تمام. والله العظيم يا خالد بيه أنا مش محتاج إن أنا أتكلم نفاق ولا أقول كلام كذب. أنا والله العظيم يهمني في الأول والأخير مصلحتي اللي هي مصلحة المواطن اللي هو بيشوفني، اللي هو أخويا وأخوك. تمام. إحنا مفيش عندنا أزمة في الدواء في مصر يا خالد بيه. تمام. احنا عندنا اكبر دايره تصنيع يمكن تكون في الشرق الاوسط، بتصل لحوالي 45 مليار جنيه. جميل. في الدواء المصري. تمام. طيب الازمه بتيجي منين؟ الازمه بتيجي مني ومنك برضو. ليه؟ ازاي بقى؟ لان حضرتك النهارده الشركه بتنتج على قد ما بتبيع. هو بيبيع مليون علبه من ماده ازيثروميس. تمام. اللي هي بتعالج جزء من العلاج بتاع كورونا. كورونا انتجت المليون علبه ليه؟ لان هو بيبيع مليون علبه. تمام. معنى ان يبقى في ازمه، يبقى في مواطن بدل ما ياخد علبه خد علبتين. تمام. بدل ما خد علبتين خد اربعه. تمام. الناس بتعمل استوك عندها في البيوت من كتر الخوف، وده غلط. انت كده بتدخلني في ازمه فعليه، بل بالعكس انت ممكن تحولني لكارثه بسبب التصرف بتاعك ده. خد اللي يكفيك فقط، خد اللي انت عايزه بس. يعني انت النهارده بتشتكي من سخونه خد دواء السخونه بس. بتشتكي من برد خد دواء البرد بس. في عندك مشكله في التنفس خد الدواء بتاع التنفس بس. عايز فيتامينات عشان تقوي المناعه، ما تروحش تلم الفيتامينات اللي في الصيدليه كلها، خد الفيتامين اللي يكفيك فقط. تمام. لكن للاسف الناس من كتر ما هي بتعمل استوكات من الدواء هو ده اللي بيدخلنا في ازمه. نرجع كمان تقابلنا مشكله ان الدواء مركون عندك في البيت، سبب لك ازمه ماليه. ترجع تقول اصلا انا مش معايا مرتب، مش معايا فلوس. طب ما انت اصلا اللي دخلت نفسك في الازمه، مش الدوله اللي دخلتك في الازمه. بل بالعكس. تمام. الدوله قدمت حلول كتيره جدا جدا علشان تساعد المواطن وعلشان تحافظ على الاقتصاد بتاعك، في حين ان انت في نفس الوقت مشاريعك مش واقفه. مشاريعك اللي انت بتمشي عليها واللي بتستفاد بيها، المدارس، الجامعات، الطرق، الكباري، كل الكلام ده مهم جدا جدا. فاحنا لما نيجي نتكلم في الدواء، احنا مفيش عندنا ازمه في الدواء في مصر، ولكن في بعض الاحيان بعض الشركات اللي هي ليس المنتج بتاعها بذات الكفاءه العاليه ممكن يكون الانتاج بتاعها ضعيف. تمام. وبعض الدكاترة وليس كل الدكاترة ممكن يكونوا بيكتبوا العلاج ده ومركزين على العلاج ده. تمام يا دكتور. فلما بيركز على العلاج يعني ده، يعني احنا مش عايزين، انا بعتذر المقاطعة، مش عايزين نخرج عن الايه، عن الموضوع. بالنسبة للكمامة، في كمامة اللي هي القطن دي. تمام. ايه اضرارها وسلبياتها؟
طبعا دي نقطه مهمه بتتكرر كتير جدا وقلبي يغسلها ومش عايزين برضه نشوف الموضوع ده غلط كبير يا خلف بيه. انا الكمامه استخدامها معايا في اليوم ما ينفعش يتعدى 6 ساعات اصلا. يعني ده استخدام غلط وده برضو نقص التوعية. الناس للأسف بدأت تستسهل. الاستسهال ده هو اللي هيدخلنا في الجائحة التانية بصعوبة جدا. تمام. فاحنا لازم نعمل وقاية لنفسنا. الكمامة النهاردة خلت بيه تمنها 2 جنيه في السوق المصري. اللي هي اللي هي الكمامة دي يا فندم. الكمامة دي. الكمامة دي يا فندم ب2 جنيه وفيها جميع المواصفات. القطن وصلت ل15 جنيه. هتيجي تقول لي ان الكمامة مش متوفرة، أقول لا حضرتك متوفرة والله. احنا عندنا مؤسسات الجيش عاملة في جميع الشوارع في جميع المحافظات بيوزعوا الهاند جل ده بالأسعار اللي هي اللي هي بتوصل للمستهلك بتمنه، والكمامة بتوصل للمستهلك بتمنه. حضرتك دور وسع واجتهد عشان توصل للكمامة اللي ب2 جنيه. تمام. طيب يا دكتور، وزيرة الصحة طبعا قالت ان مصر مستعدة لأي موجة تانية لفيروس كورونا المستجد، وده نتيجة طبعا الخبرة اللي خدناها من الايه من الموجة الأولى دي اللي هي تمام. طبعا عايزين نعقب على كلام الوزيرة، هتقول ايه؟ طبعا انا بشفق على الدكتورة الأستاذة الدكتورة هالة زايد، هالة زايد. بصراحة لانها مسكت المنصب بتاعها ده في ظل أزمة كبيرة جدا جدا بتجوح العالم كله. مش بتجوح مصر بس. تمام. وطبعا هي كانت حسنة التصرف جدا ان عملت كل الاستعدادات وعالجت كل المشاكل في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية. او نقدر نقول في 90% من المستشفيات على مستوى الجمهورية. وزودت اعداد الاطقم الطبية داخل المستشفيات علشان خاطر فعلا كده احنا وصلنا لمرحلة ان اهلا بكورونا. تمام. احنا عندنا كل الاستعدادات في الدولة اللي تخلينا نتصدى، ولكن ارجع واقول الوقاية الوقاية يا فندم اهم بكتير جدا، ما عشان ما تسمعش كلامي حضرتك يا سيادة المشاهد. تمام. وتقول ان احنا مستعدين. تمام. لا احنا مستعدين، بس دور حضرتك اهم مننا بكتير جدا. فلا احنا فعلا مستعدين للجائحة التانية. اهلا. تمام. بكورونا عندنا ما يكفي في دولتنا اللي هو يحمينا ويطلعنا لبر الامان باذن الله. تمام. طيب في سؤال تاني، ما هي استراتيجية توزيع اللقاحات، خاصة ان الوزيرة قالت ان احنا مستعد يعني العاملين بالدولة كبار السن هنقدر نعالجهم. تمام. الاولوية هتكون طبعا برضو للاطقم الطبية لان هم دول القائمين على العلاج للمرضى في المجال الصحي، وبرضو بالاضافة زي ما قلنا برضو لكبار السن والسيدات والحوامل. طيب هنقول ايه لباقي الناس او باقي للفئه الاخرى اللي هي المفروض منتظره ان هي تاخد الدواء بتاعها في اي وقت هي محتاجاه. تمام. طبعا تعقيبا على كلام الاستاذ الدكتور، احنا عايزين يعني الاستراتيجيه نقسم كده، يعني هو احنا عندنا القطاع بتاعنا بيبدا رقم واحد انا الدكتور اللي بيعالجني داخل المستشفى. هو الاهم ولا هو الاهم؟ هو الاهم طبعا. انا لازم اعالج الدكتور لان الدكتور ده هيتعامل مع 1000 حالة. يعني احنا عندنا مثلا في مستشفى مركز ملاوي، المستشفى دي بتستقبل حالات من محافظة بني سويف، من محافظة الفيوم، من محافظة المنيا. ضغط رهيب على المستشفى دي. ولكن هي الساعة تستحمل. تمام. معانا. طيب الطبيب لو حالته الصحية كويسة هيقدر يستوعب معايا عدد كبير. تمام. لو حالته الصحية مش كويسة مش هيقدر يستوعب عدد كبير. طيب هنا نحط اعتبار. هل معنى كلام الدكتورة هالة زايد ان العلاج كله هيروح للدكاترة والاطباء والتمريض؟ تمام. لا طبعا. هو هيتم توزيع بـ 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 يعني بالتساوي. تمام. بمعنى ان الصيدليات في مصر هم حطوا مثلا الحوامل، كبار السن، السيدات، بعض العاملين بالدوله. لا هو هنا الموضوع ما اتخدش بتوسع شويه، ولكن احنا لو وسعنا في النقطه دي هنقول ان الموضوع مش مقتصر على الحوامل وكبار السن. الموضوع مقتصر على الحاله وصلت لحد فين. وهنا ممكن يكون شاب سنه 20 سنة. تمام. وحالته أصعب من واحد عنده 61 سنة. تمام. لأن الفيروس ده مش بيهاجمك مرة واحدة، ده بيهاجمك على مراحل. تمام. فإحنا بنحل المشاكل دي على مراحل. أقدر أقول في نهاية الموضوع ده إن إحنا عندنا ما يكفي لجميع الأعداد اللي موجودة في جمهورية مصر العربية كلها إن شاء الله. بنشكرك يا دكتور. طبعا إحنا بنعتذر إن الوقت خلص ما أسعفناش. وبكده متابعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. انتظرونا في نفس الميعاد وبرنامج حلمك صح، وإلى اللقاء.